كنت قد تحدثت مع الحكام والممثلين وإدارة ووكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية في طريقها إلى هناك، وكما عهدنا على فيما وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية تقوم بعمل رائع على الدوام. إنني أقدم أحر التعازي إلى كافة الأسر التي تضررت جراء ذلك الإعصار، كان بالمستوى الخامس، وهناك مجموعة كبيرة من الإعصارات التي كانت قد ضربت واحدة تلو الأخرى وتسببت بضربة قوية. إن أمريكا ما تزال مستمرة في تحقيق تقدم كبير في حربنا ضد الفيروس، وفي نهاية الأسبوع كان هناك أعداد ما تزال بمستوى متسطح من حيث الإصابات، وهناك أماكن في بعض الأماكن الساخنة في لويزيانا وغيرها لا تزال بحاجة إلى استراتيجية فعالة من أجل مجابهة الفيروس، وهناك اتباع كبير للإرشادات. الشعب الأمريكي رائع بما قام به. لو نظرتم إلى المخططات البيانية والنماذج التي حصلنا عليها منذ بداية التوقعات، فكان هناك توقعات بأن 120 ألف شخص قد يلقون حتفهم إن لم يتبعوا تلك الإجراءات، وأن الأمر لكننا نحن أقل بكثير من تلك المستويات والأرقام، وهذا دلالة على أن الشعوب والناس تقوم بعمل جيد. هناك 185 دولة أصابها الفيروس. هذا الأمر يعزى إلى فضل الخبراء والمستشارين الذين عملوا معنا منذ البداية، ونثمن في واقع الأمر الدكتور فاوتشي. ولعلي أن أسأل دكتور توني فاوتشي ليدلي ببعض الكلمات. تفضل دكتور توني. شكرا سيد الرئيس. هناك جملة من الأشياء لابد أن أتحدث عنها، سوف تسمعون من دكتور بيركسقا حول الأرقام والنظام الصحي، لكن أنه كلما نمر يوما تلو الآخر سوف نرى كما سوف تدلي الدكتور بيركس بأنه رغم الأسبوع السيء الذي عشناه في الأسبوع الماضي، لكن هذا حقيقة، لكن قد يكون هناك المزيد من الوفيات في بعض المناطق، ومناطق أخرى قد يتسطح فيها الفيروس، ولا تزال هناك بعض المناطق الساخنة مثل نيويورك. الأمر الآخر، وكنت قد أجريت حوارا بناء مع مجموعة فلاك هوكش، وكانوا يرغبون بمعرفة ما الذي نقوم به على المستوى القريب إلى المتوسط حول مسألة التناقضات في مستويات الإصابة والعدوى، ولا سيما في صفوف الأقليات بين الأفريقيين والأمريكيين. وكنت قد أوضحت لهم بأنه يجدر بنا التركيز على الحصول على الموارد التي تخص الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة، ومن أجل تأمين تحديدا واضح لكيفية إجراء العزل وتعقب الاتصال، ومن أجل تخفيف العدوى في الإجراءات في تلك المجتمعات التي تعاني بطرق غير متناسبة. النقطة الأخرى التي أود أن أعرج عليها هي بأنني أجريت مقابلة يوم الأمس، وكنت قد سئلت أسئلة افتراضية. الأسئلة الافتراضية أحيانا يمكنك أن تضعك في بعض المصاعب. إن طبيعة الأسئلة الافتراضية هي أنه إذا ما كان في حقيقة الأمر قمنا بالتخفيف منذ البداية، هل كان يمكن إنقاذ حيوات الناس؟ الإجابة التي كنت أقولها على الدوام نعم. من الواضح بأنه إذا كانت الإجراءات التخفيفية تساعد، فكنت قد قلت في أكثر من مرة بأنها تفلح وأنها تنجح، فأنك تقوم. ولو كانت قد تم الإبلاغ عن هذا الأمر مبكرا يمكن إنقاذ أرواح ناس، لكن لو تم الإبلاغ عنها في مرحلة لاحقة سوف نفقد أرواحا كثيرة. هذا الأمر كان قد أخذ كطريقة بأن ثمة خطأ حدث في مكان ما. من خبرة، ولا أنا هنا أتحدث عن خبرتي الشخصية، بأننا كنا نتحدث قبل أي اجتماع نعقده حول المزايا والمساوئ والفعالية بالنسبة للمتعلقة لإجراءات التخفيف. هذه المناقشات لا تزال مستمرة بين الطواقم الطبية حول مغزى هذا الأمر. أولا، وفي المرة الأولى التي أنا والدكتور بريكس كنا قد أجرينا توصيات بصورة غير رسمية للرئيس من أجل
وأقتبس أغلاق البلاد من أجل وضع إجراءات تخفيفية قوية. كنا قد ناقشنا هذا الأمر وكانت هناك مخاوف لدى البعض إزاء ذلك، لكن ندرك كنا بأن هناك بعض التبعات السلبية، لكن مع ذلك استمع الرئيس لتلك التوصيات وبدأنا بها. أما في المرة الثانية التي كنت قد تحدثت فيها مع الدكتور بيركس وتوجهنا فيها إلى الرئيس وقلنا أن 15 يوماً غير كافية، لابد لنا أن نمددها إلى 30 يوماً. من الواضح بأن هناك أناس لديهم مشاكل لديهم مع هذا الأمر بسبب التأثيرات الثانوية، لكن مع ذلك الرئيس كان قد مشى واستمع إلى التوصيات للفرق الطبية. لذا لا أستطيع أن أقول لكم إلا أنه ومن خلال التوصيات التي قدمتها كانت قد حدثت، لكن هناك دائما تفسيرات حول مدى الاستجابة للسؤال الافتراضي، وكنت قد قلت بأنه من المناسب أن أوضح هذا الأمر الآن. لا بد لي أن أكون صريحا معكم، لا أعلم ما هي الأرقام، لكن المرة الأولى التي قلنا فيها يجب أن نقوم بتطبيق إجراءات تخفيف قوية كانت تلك هي الاستجابة. مسألة حظر في بعض الأماكن منفردة، كلا، مسألة حظر السفر كانت توصية منفصلة وكانت الإجابة نعم، وكنا نقول وقمنا بإغلاقها مع الصين وبعد ذلك مع أوروبا وتبعتها المملكة المتحدة وكانت الإجابة نعم. قلتم بأن هناك مواجهة أو حالة معارضة، هناك مناقشات تجري بين أناس ليس بالضرورة أمام الرئيس ويقولون بأن هذا الأمر قد يخلف آثارا سيئة، لكن ما من شخص قال بأنه لا يجب أن تقوم بذلك. هل قمتم بهذا بصورة طوعية؟ كل ما أقوم به يتم بصورة طوعية، وهذا الأمر كان واردا بصورة ضمنية. بالمناسبة حظر السفر كان قد حدث في مرحلة مبكرة. لو نظرتم إلى الإحصائيات التي موجودة معي البعض منها الآن، في 6 يناير قبل أن كان تم الحديث كان هناك إشعار من مركز رقابة الأوبئة الأمريكي حول ووهان قبل أن يتم تأكيد أي حالة في الولايات المتحدة. هذا كان في 6 يناير وهو موثق تماما، لكن لأن هناك أخبار زائفة في 6 يناير قبل التواريخ التي كنا نتحدث عنها، قام المركز الأمريكي لرقابة الأوبئة بتقديم إشعار حول المخاطر من ووهان. في 11 يناير لم يكن لدينا أي حالات تم الإبلاغ عنها أيضا، وأتحدث عن 11 يناير، وأصدر المركز الأمريكي أيضا أخطارا ونصحا بمسألة السفر، ولم يكن آنذاك هناك أي إصابات. كان يفترض بي أن أغلق أكبر وأعظم اقتصاد في العالم، ونحن لم يكن لدينا أي حالة مؤكدة آنذاك في الولايات المتحدة في 11 يناير. في 17 يناير بدأ المركز الأمريكي بإجراء فحوصات في 3 موانئ، حيث كنا قد تلقينا أكبر أعداد من المسافرين من ووهان، ولم يكن آنذاك هناك أي إصابة بفيروس الكورونا في الولايات المتحدة. هذا في 17 يناير كانت هناك أخبار زائفة تقول بأن هناك إصابات، لأنني عندما تصرفت كنت قد تعرضت لانتقادات من نانسي بيلوسي ومن جو بايدن، وكان قد أطلق علي بأنني شخص متخوف عنصري، وقد أطلق علي الديمقراطيون أسماء أخرى وكذلك وسائل الإعلام. الآن في 21 يناير وقبل بفترة قصيرة، وتوني كان ربما يشير إلى فبراير، في 21 يناير كان هناك حالة واحدة للفيروس، كنا أطلقنا عليه آنذاك اسم فيروس ووهان. كانت هناك حالة واحدة في كافة أرجاء الولايات المتحدة، كل هذه الأمور موثقة. وفي 21 يناير قام المركز الأمريكي لمراقبة الأوبئة بتقديم نصح وإشعار بأن هناك حالة واحدة في الولايات المتحدة لشخص واحد.
حالة واحدة فقط في كافة أرجاء الولايات المتحدة. هل كان يفترض بي أن أغلق الحكومة وأعظم اقتصاد في تاريخ العالم؟ كانت لدينا حالة واحدة فقط آنذاك. سبعة حالات ظهرت في 31 من يناير ولم يمت أي شخص آنذاك ولم يلقى أي شخص حتفه. في كافة أرجاء هذه البلاد، الولايات المتحدة لدينا أكبر اقتصاد في العالم، أكبر من الصين بكثير بفضل ما قمنا به على مر السنوات الثلاثة والنصف الماضية، بما في ذلك محاربتنا للفيروس. أكبر اقتصاد في العالم الذي يوجد فيه أكبر نسبة توظيف في العالم وأقل نسبة بطالة والأفضل في كل شيء. في 31 من يناير فكروا في هذا الأمر، لم يكن هناك أي شخص لقي حتفه أو توفي بسبب هذا الفيروس. هذا وفقا لتقارير الأخبار والمركز الأمريكي لرقابة الأغذية. هناك بعض الوسائل العالمية التي كانت تلفق الأخبار حينها، لكن في ذلك الوقت لم يكن هناك أي حالة وفاة، وأصدرت قيوداً على السفر. لكن يمكنكم العودة إلى التواريخ قبل ذلك. لم يكن هناك أي شخص يستطيع القدوم، لكن قلت بأنه لا يمكن لأي أحد من الصين أن يدخل البلاد. لم يكن ليرق الأمر لي، ولم أتحدث لتوني آنذاك، ولم أتحدث إلى أشخاص كثر عن هذا الأمر. ما الذي قمت به آنذاك؟ في 31 من يناير في الولايات المتحدة لم يكن هناك أي شخص قد توفي مرة أخرى بسبب فيروس ووهان، لذا كنت قد أصدرت قيودا على السفر رغم عدم وفاة أي شخص آنذاك، وكنت قد تعرضت لانتقادات من الصحافة بصورة وحشية. كان يجدر بي أن أقوم بذلك من قبل. اعتدت أن أقوم بصورة أفضل في مسألة في تقدير هذه المسائل، لكنني عملت حسب معرفتي، فأنا رئيس الولايات المتحدة رغم كل ما يقال. وبعد ذلك أول حظر إلزامي قمنا بتطبيقه منذ 50 سنة في الولايات المتحدة، ونفس القيود التي أطلق عليها الديمقراطيون ووسائل الإعلام بأنها مخاوف عنصرية، وجو بايدن أطلق علي بأنني شخص عنصري لأننا نقوم بإغلاق البلاد أمام دخول الصينيين، وقال لي بأنني عنصري وأنني متخوف بصورة عنصرية. وفي نفس الأمسية كان قد أصدر جو بايدن بيانا، وأنا لم أقرأ، والناس الذين يكتبون نشراته الصحفية في حملته هم أناس جيدون في صياغة تلك البيانات، وقالوا فيها بأن الرئيس ترامب كان محقا في مسألة إغلاق البلاد. كان ذلك قد حدث في الجمعة التي تلت قراري. في جميع الأحوال جو بايدن أصدر ذلك البيان، وفي فبراير نانسي بيلوسي قالت بأنه يجب علينا أن نأتي إلى تشاينا تاون، فهي آمنة وسالمة ونجري أكبر استعراض هناك، ولعلها كانت تشير إلى سانت فرانسيسكو، لكنني كنت قد اتخذت هذا الإجراء مبكرا. لذا فإن القصة كانت مزائفة من خلال إحدى الصحف التي لفقت أخبارا غير صحيحة. وفي وقت من الأوقات كان لا أحد قد تروق له هذه الأمور، لكن مع ذلك فأن الجميع يوافقني الرأي. مع ذلك الآن سوف نسلط الضوء على بعض الأمور قد تروق لكم، ومن بعدها سوف أجيب على بعض الأسئلة وأطرح عليكم بعض الأسئلة، لكن الأكثر أهمية بأننا السبب في عودتنا هنا هو النجاح الذي حققنا حتى الآن. هناك مخاوف في البلاد لأننا نسمع الكثير، لكن إذا ما قررنا الأمر
لا يبدو بأن الأمر مقربا أقرب من تلك التوقعات، بعيد ما لا يزال بعيدا عن تلك التوقعات. هذه لحظات يجب للمحترفين والمتخصصين في الولايات المتحدة أن يشاركوا. بعد أن طلبنا أن يتم تسريع عجلة إيجاد اللقاح، فإننا قد عملنا من خلال الحكومة الفيدرالية على إغلاق الحدود أمام أوروبا. As there were more cases and it was clear that it was spreading out of China where it originated, the president took this move that he was widely criticized for by Democrats and even some Republicans at the time, which was he halted a number of flights from China into the US. The idea was to halt the spread of the disease, keep transmissions to a minimum. He was accused of xenophobia. He was accused of making a racist move. At the end of the day, it was probably effective because it did actually take a pretty aggressive measure against the spread of the virus. His team is on it. They've been responsive late at night, early in the morning, and they've thus far been doing everything that they can do. And I want to say thank you. And I want to say that I appreciate it. He returns calls. He reaches out. He's been proactive. We got that mercy ship down here in Los Angeles. That was directly because he sent it down here. 2,000 medical units came to the state of California, these FMS, these field medical stations. And that's been very, very helpful. The president has been outstanding through all this. The vice president's been outstanding. Members of the coronavirus task force, very responsive. We had asked if we could have, New Jersey could have access to a piece of the beds that are on the USNS Comfort, and the president came back, called me a short few minutes before I walked in here to say indeed they would grant that to New Jersey. So that's a big step for us in addition to all the other capacity. That news is literally hot off the press. And I thank the president and vice president who are on the call together. President Trump approved Arizona's request for a presidential major disaster declaration. I want to thank the president for a quick turnaround. We requested this on a Wednesday, and we had approval by Saturday morning. And we are grateful to the administration for their continued support and responsiveness. Well, first of all, I want to thank the president, the vice president, for doing a really good job of communicating with all the governors. So we could give you hundreds of clips like that from نعطيكم لقطات سواء من هذا النوع، سواء من ديمقراطيين أو حكام مختلفون للولايات. نستطيع أن نقدم لكم الآلاف من تلك المقاطع الصوتية التي يتحدثون فيها بتلك الطريقة. أود أن أقول بأنه من المؤسف بأن أناسا يلفقون قصصا غير صحيحة وكاذبة، ولا سيما من نيويورك تايمز، التي إذا كان هناك قوانين تتعلق بالتشهير لكانت خارج العمل. لا يمكن تقديم تلك البيانات، فهناك الآلاف من تلك التصاريح التي تسمعونها من الديمقراطيين والحكام لولايات من الديمقراطيين الذين كانوا يقولون أننا بحاجة لأجهزة تنفس، وبات لديهم كل أجهزة التنفس التي هم بحاجة إليها. وقلت لهم بأنه تم توفير الكثير منها لكم دكتور، وكنت قد وقال دكتور فاوتشي والدكتور بيركس بأنهما يعتقدان بأنهم ما من حاجة لتلك الأجهزة، وقد تم طلب 40,000 جهاز تنفس وتم توفيرها في كافة أرجاء البلاد. وفرنا أجهزة التنفس لهم جميعا وما من شكوى، وقمنا ببناء مستشفيات في كافة أرجاء البلاد. حاكم لوزيانا جون بلادي كان
لطيفا وقال لي ما من حاجة لبناء مستشفى آخر وكانت بحاجة إلى مستشفيين وكنت قد اتصلت به وقلت بأنه قد يكون هناك حاجة لبناء مستشفى آخر وعملت أيضا وتعاونت مع الحاكم كومو بروح طيبة وقمنا ببناء مركز جافيت سنتر ومستشفى بأسرة كبيرة وكانت هذه المراكز تتلقى الأشخاص المصابين بفيروس كورونا ولدينا أيضا مراكز في أماكن أخرى وكانت الأسرة المقدمة مجهزة بأفضل التقنيات وبيل دي بلازيو اتصل قال هل من الممكن أن نحصل على المزيد من المساعدات الطبية بعد بناء المرافق الطبية كان هناك طلب للعون وقدمنا العون المطلوب وقدمنا لبيل دي بلازيو عونا كبيرا وبعد أن تواردت أخبار جافيت سنتر في الصحف كان هناك حالة من الاطمئنان وقدمنا للوس أنجلوس ونيويورك خدمة جعل تلك المراكز تتلقى مرضى كوفيد 19 لم تكن بحاجة إليها في البداية لأي شيء لأن كان هناك بعض حوادث السير لكن ما فعلناه أننا قمنا بعمل رائع وتبين بأن هذه المراكز موجودة هناك تعلمون هذا التعبير كانوا غير مستعدين لهذا الأمر لكن فرقة العمل الهندسية قامت بعمل المعجزات وكذلك الحال بالنسبة لوكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية والأطباء تلقيت اتصالا من عمدة نيويورك قبل يومين قال لي هل لك أن تساعدنا أكثر في الطواقم الطبية وكنا قد أرسلنا 448 طبيبا وممرضا ومن المتخصصين الطبيين وبعد ذلك تلقيت اتصالا شكرني فيه على إرسال تلك الطواقم الطبية لأنهم رفعوا من معنويات الناس هناك وقد ثمن الأمر إلى حد كبير وعلمت هذا الأمر للطواقم الطبية كانوا شجعانا وكانوا قد رفعوا من معنويات الجميع قمنا بإنجاح كل هذه الأمور لكن عندما تقرؤون القصص الزائفة فما من أحد يشكر ما قدمه هذا النظام ولابد من قد أرى بأنه لابد من تثمين من تقدير عمل ما يقوم به كل هؤلاء من فرق العمل الهندسية والممرضين والأطباء لاحظوا ما الذي يحدث فما من أحد يطلب أجهزة التنفس إلا من خارج البلاد فمن خارج البلاد أتلقى اتصالات من دول كثيرة وأنا سوف أحاول أن على مساعدتها لأننا قمنا ببناء الآلاف منها ما من طرف في الداخل هنا يطلب أجهزة تنفس أو أسرة لأننا قمنا بتقديم 20,000 سرير خلال بضعة أسابيع العمل الذي تم تنفيذه هو رائع ومايك بينس كان أيضا قد أجرى اتصالا اليوم وقال لي بأن هناك عشر الطلبات قد تلقاها تلقى طلبا بعشر أجهزة تنفس فقط الأمور كانت جيدة بشكل عام منذ بضعة أسابيع لكن لم نسمع أي بيان حول مسألة ما يجدر بنا القيام به وقد خلت بأن أحدهم كان لم يرفع أي شكوى أود أن أعود لسبب هذه الإحاطة الأعلام لم يعامل هؤلاء الناس الرائعين بصورة منصفة إننا كنا قد سبقنا الجدول الزمني المخصص لنا بصورة كبيرة لأن الأخبار كانت زائفة وكل ما قمنا به كان عرضة للانتقادات ولو انتظرت أطول لكانت الأمور أسوأ ولو قمت بالتصرف أيضا قبل ثلاثة أشهر لانتقدت لاتخاذ إجراءات مبكرة نتفهم هذه الأمور وأعتقد أن هناك أناس كثر في الصحافة يجب أن يكونوا منصفين
فأنا لن أكون أكثر فخرا إلا إذا ما كانت الصحافة تعمل بصورة منصفة، ولا أبالي إذا ما كنت قد تعرضت لانتقادات في حالتي لم أقم بعمل صحيح. يبدو بأن هناك حملة من خلال الفيديو، من الذي قام به؟ الذي عرضته هذا تم من قبل مجموعة من الأشخاص العاملين في المكتب، وهناك أكثر من 100 مقطع صوتي، لكن هذا ما عرضناه قد تم تجميعه على مر الساعتين الماضيتين فقط. قد تم تنظيم ذلك العرض من قبل دان وزملائه في خلال أقل من ساعتين. كنت السبب في عرض ذلك هو أن هناك أخبار زائفة وكنت قد صوبتها. هناك اجتماع كان قد عقد مع حكام نيوجيرسي ونيويورك، ونحن كنا مقربين من أندرو في نيويورك. لم يكن لديهم مشكلة في أجهزة التنفس، حيث قدمنا أعدادا كبيرة منها. أنا سعيد بما قد تم حدوثه بشأن جابت سنتر، لأنه كان فارغا تقريبا. لا أقول بأنني أتمنى أن يدخل الناس إلى هذا المركز الطبي. وقدمنا بعد ذلك سفينة كومفورت التي كان لا يفترض بها أن تكون هناك أبدا من أجل فيروس الكورونا. وطلب مني إذا ما كان السفينة يمكن أن ترسو هناك لمعالجة مرضى الكورونا، وطلب مني بعد ذلك بأن أقدم طواقم طبية لإدارة مركز جابد. وقلت إذا كان الأمر ضروريا فسوف نفعل ذلك، وقمنا بإرسال الطواقم الطبية العسكرية. ولهذا السبب كان بيل دي بلازيو ممتنا إلى حد كبير، وأنا سعيد بالبيان الذي عبر فيه عن وإظهار حس الشجاعة والبسالة هناك. وكما قلت لكم، دانا قام بتنظيم هذا العرض في أقل من ساعة. هل هناك حملة من قبل الموظفين في البيت الأبيض في هذا الخصوص؟ كانوا قد انتقوا تلك المقاطع الصوتية بصورة عشوائية، لكن فكروا في الأمر. كنتم قد سمعتم تلك المقتطفات الصوتية، والبعض مع ذلك يقول بأنني تصرفت بصورة متأخرة في إغلاق البلاد. لكن من المثير اهتمام بأن لو لم أفعل ذلك لكان الألف لقي حتفهم. هل ترى بأن كل ما قمت به كان صحيحا؟ كان يجدر بالحكام أن يكون لديهم مخزون من أجهزة التنفس، وكان هناك درجة كبيرة من الذعر. فأن الزيادة يفترض بأنها قد تأتي الآن، وإذا ما كان هناك حاجة لأجهزة التنفس فهناك 10,000 منها متوفرة. إذا كان هناك حاجة لـ2,000 جهاز تنفس في نيويورك يمكننا توفيرها في خلال أقل من 24 ساعة. تلك هي قدرات الوحدات العسكرية. دعونا نعود إلى أمورنا النظامية التي يجدر التحدث عنها. لكن كل ما أقوله بأنه كنت قد عرضت عليكم فقط 4 أو 5 مقاطع صوتية. كان بمقدوري أن أظهر عليكم مئات المقاطع الصوتية الأخرى، لكن أعلم بأن البعض قد يرون يطرحون المسألة بصورة سلبية. وكنت قد سمعت أيضا من حاكم كاليفورنيا أخبارا أيضا يقدم فيها الثناء والشكر على ما تصرفنا به، وأنتوني قد يكون هو الشخص الأول ليؤيد الخطوة التي قمت بها بإغلاق الحدود مع الصين. قال لي أنتوني بأنني أنقذت أرواحا كبيرة من الناس عندما قمت بذلك. ألست مصيبا؟ لا أود أن أضع كلاما في فمه. قيل هل قمتم بإجراء تغريدة؟ لا، لم تتحدثوا فيها عن مهاجمة بعض الأشخاص في مكتبكم؟ كلا.
because this was a person's view. Not everybody's happy with Anthony. Not everybody. قد لا يكون الناس جميعهم يتفقون مع أنثوني فيما يقال، لكننا قمنا بعمل كبير ما لم تقم به أي جهة من قبل. عمليات نشر المواد والمعدات كانت تسير بصورة عظيمة. لدينا 50 حاكما بالمناسبة ومناطق، والكثير من هؤلاء الحكام من الديمقراطيين ولا يستطيعون أن يجدوا أي شيء ليشتكوا ويتذمروا به، ولكن فريقي يعمل عمله المطلوب. وأستطيع أن أخبركم من بين هؤلاء الحكام من منهم يقوم بأداء عمله بصورة صحيحة من عدمه، ولكن كان يجدر بهم أن يوفروا مخزوناتهم الخاصة بهم منذ فترة. والآن بات هناك طلب متزايد على أجهزة التنفس التي تعد الأكثر صعوبة وكلفة، لكن أعداد كبيرة من الحكام طلبوا مني أعداد كبيرة، وكنا نعلم ذلك، وقلتم بأنكم لا تحتاجون إلى كل تلك الأعداد وتلك الأسرة. هل يتفق معك الدكتور فاوتشي في هذا التوجه؟ نعم، لكن لو كنت قد وضعت آراء البعض، وأنا لا مانع في مسألة النقاش، لكن أود أن أكون هذا النقاش أن يكون صريحا. لكن البعض يسألني كيف علاقتي مع الدكتور فاوتشي، وأشدد على أن علاقتي طيبة. طلب دكتور فاوتشي كان قد تحدث الدكتور فاوتشي، لكن رسالته قد أسيء تفسيره. كنا نعلم بأنكم تحدثتم أنه لو تم تطبيق الإجراءات من قبل لأنقذتم أرواح الناس بطريقة أكبر. كيف يمكن الأغلاق ولا توجد وفيات في 11 من يناير؟ دكتور، هل توصي بإغلاق الولايات المتحدة الأمريكية؟ هذا أمر مروع. كم عدد الحالات؟ كم عدد الوفيات لدينا؟ لا يوجد. في 17 من يناير قبلها بأسبوع، وقبل أن أقوم باتخاذ الإجراء بعشرة أيام، قمت بإجراء حظر سفر على الصين وأوروبا، وأناس كثر قالوا بأن هذا أمر رائع، لأنه إذا ما قارن الأمر مع إسبانيا أننا نبلي بصورة حسنة. لو قارنتم الولايات المتحدة بالنسبة الوفيات بالنسبة لعدد السكان فإنها منخفضة، لكن كيف لنا أن نغلق الولايات المتحدة آنذاك؟ في 6 من يناير، 11 من يناير ما من حالات، وفي 17 من يناير لم يكن هناك حالات أو وفيات. هل كان يفترض بي أن أغلق الولايات المتحدة عندما لا توجد لدي أي إصابات؟ أنا أغلقتها أمام الصين، أغلقت البلاد أمام الصين. وبالمناسبة بعض الناس يرون بأنني كنت قد انتظرت لفترة أطول قبل اتخاذ هذا القرار، لكن هناك أناس كثر قالوا لي بأنني لو لم أفعل ذلك لكانت الأمور كارثية، وكانت نسبة الوفيات لترتفع من 1.6 إلى 2 مليون نسمة، ولكنني قمت بتخفيض هذه النسبة بأعداد كبيرة. فلنقل أن الأعداد الذين سوف يموتون بمليون أو النصف، فهذا يبدو كما لو أنه حربا أهلية. هذه الأرقام كنا قد وصلناها أو كان يمكن بسهولة أن نصلها لو لم نتخذ القرار الصحيح، وأن توقيتنا كان مناسبا وجيدا. وهناك أمر يجب لك أن تعترف به، عندما كيف يمكن لي عندما قمت بإجراء الحظر على الصين وبعض الأشياء الصارمة الأخرى، كيف يمكن لنانسي بولوسي وبعد شهر في تشاينا تاون تقول فلنزحف جميعا، هذا لن يحدث؟ كيف يمكن أن يكون لدينا كل هؤلاء الخبراء من CNN وغيرهم من شبكات إعلامية أخرى؟ لدينا CNN ووسائل إعلامية متعددة،
قالوا بأنه ما كان يجدر به أن يقوم بذلك. كيف يمكن لنا أن نغلق أعظم اقتصاد في تاريخ العالم؟ وعندما كنا في 17 من يناير لم تكن هناك أي حالات أو وفيات، وفي 21 من يناير كانت هناك حالة واحدة فقط. هل كان يفترض بنا أن نغلق البلاد؟ وفي 31 من يناير كنت قد طبقت الحظر، وجو بايدن كان قد جن جنونا وقال بأنه ما من حاجة لهذا الحظر، وقد جن جنونه آنذاك، وأطلق علي بأنني شخص لدي رهاب الأجانب وعنصري، ولكنه بعد ذلك اعتذر وقال بأنني قمت بالأمر الصحيح، أن كل ديمقراطيين وقالوا بأنني ارتكبت أخطاء، لكنني أنقذت عشرات الآلاف من الحياة. لكنكم لم تقوموا آنذاك بإعداد المستشفيات وتكثيف حملات الاختبارات، إنما تقولينه هو أمر معيب. ما من شخص اعتقد بأنه كان يجب أن نقوم بذلك. ما الذي قمتم به آنذاك في الأول من فبراير؟ ما الذي يجب فعله عندما لا يكون هناك أي حالة في الولايات المتحدة؟ لم يكن هناك أي وفيات أو إصابات في السابع عشر من يناير. لماذا لم تفكر إدارتكم بإجراء تلك الفحوصات آنذاك؟ قمنا بالكثير، فقد أجرينا الكثير منها. أنت تعلمين بأن كل الشبكة الإعلامية التي تغطينها زائفة، ولهذا لأنه عندما تطرحين هذا السؤال لم تكوني محقة. لماذا اعتذر جو بايدن؟ لماذا الديمقراطيون يرون بأنني تصرفت بسرعة؟ لقد قمنا بعمل رائع. كان بمقدوري أن أترك البلاد مفتوحة وأن أقوم بما تفعله بعض البلدان الأخرى وتضررت بالشدة، وكنت قد فكرت بإبقائها مفتوحة، لأنه ما من أحد قد سمع بإغلاق بلاد مثل الولايات المتحدة. كان بمقدوري أن أقوم بذلك، وفعلت ذلك لكان هناك المئات من الآلاف من الأشخاص المصابين وأعداد كبيرة من الوفيات. المشكلة تكمن في أن الصحافة لم تغطر الأمور على وجهها الصائب. ما هي الصلاحيات التي لديكم في فتح البلاد؟ لدي الصلاحية الكاملة، وسوف أعرج على هذا الموضوع بعد قليل، لكن قبل ذلك لابد لي أن أتحدث عن بعض الأمور التي قمنا بها بصورة صحيحة. لكن تخيلوا بأننا لو افتتحنا البلاد وكانت التوقعات بأن وفيات بواقع 1.6 إلى 2.2 مليون، ولكننا خفضنا هذا الأمر إلى نسب صغيرة منه. ولكن لو قمنا بعدم اتخاذ تلك الإجراءات لكانت الوفيات تضارع تلك التي تقتل في الحروب الأهلية. وأمل بأننا واعتبارا من تاريخ هذا اليوم، فإن وزارة الصحة سوف تعمل على توقيع عقود لإنتاج أعداد كبيرة وإضافية من أجهزة التنفس بموجب قانون الإنتاج الدفاعي، وبالإضافة إلى 1300 فسوف نقوم بإضافة عدد مماثل منها. قد لا نحتاج إلى كل أجهزة التنفس هذه، لكننا سوف نضيفها إلى مخزوننا الاستراتيجي في حالة حدوث زيادة أو ظهور مفاجئ للفيروس. فإن العقود كانت مع جنرال إلكتريك، هيروم، ميترونيك، ويستميد وفاي إير، بالتعاون مع عقود دي بي اي التي أبرمت عقودا مع جنرال موتورز وفيليبس وشركتين أخرتين، وبذلك سوف يكون لدينا 6,900 جهاز تنفس، وسوف يصل العدد بعد ذلك إلى 10,000 جهاز تنفس، وفي نهاية مايو سوف نرفع الرقم إلى أكثر من 120,000 جهاز تنفس
في نهاية العام الحالي. سوف نساعد دولا أخرى إذا كانت بحاجة إليها، وقد نساعد بعض الولايات الأخرى في مخزونها الاستراتيجي. كان يفترض بها أن تقوم بذلك بنفسها، لكن سوف نتحدث عن هذا الأمر في الوقت المناسب. لكن في هذه الفترة أركز على تعدي وتخطي ذلك الكابوس أو ذلك الطاعون أو الجائحة. ما من جهة كانت قد طلبت أجهزة التنفس إلا وحصلت عليها. الكل كان يطالب بالحصول عليها لأنها لم تكن متوفرة لديها. الولايات كلها التي طلبت تلك الأجهزة نالت عليها، وما من ولاية نكر أو رفض طلبها في الحصول على أسرة طبية. فالفرق الهندسية العسكرية قامت ببناء أكثر من 20,000 سرير، وقد بنينا في الواقع أكثر مما نحتاج لأننا نود أن نكون بأمان، وكانوا قد عملوا وارتقوا لهذه التحديات. وكنا قد اعتقدنا أن لويزيانا نتخذ خطوات مشددة، ومع ذلك قلت للحاكم بأذن إذا كان بحاجة لمستشفى آخر، ولديهم الآن مستشفى بآلاف الغرف والأسرة ويستخدمون الكثير منها. لم يكونوا بحاجة إلى المستشفى الآخر، لكننا مستعدون لبناء منشأة طبية أخرى، لأن نرى بأن الفيروس بدأ بحالة تسطح. كذلك أيضا قمنا بتأسيس 16 نظاما لإزالة العدوى وتعقيم الكمامات. وكنت قد طلبت منذ البداية لماذا لا نقوم بتعقيم تلك الأقنعة، وتبين بأن هذا أمر ممكن. هناك شركات كبيرة من أوهايو ترسل لنا معدات رائعة وتفعل ذلك، وسوف يكون لدينا أكثر من 33.5 مليون كمامة معقمة جاهزة للاستخدام، وهي مسألة أعتقد بأن الناس كان يجدر بهم أن يتذكروها منذ فترة طويلة. 5 طائرات حطت ضمن مشروع إير بريدج من خلال عمليات شحن كبيرة تقوم باستخدام أعداد كبيرة من معدات الحماية الطبية في الولايات المتحدة. قد تم تقديم 19 مليون قناع و 27 مليون من القفازات و 7 ملايين من الأطقم الطبية، وهناك شحنات كثيرة قد تأتي إذا ما كانت هناك طلبة عليها. لكن إننا مستعدون إذا ما كانت هناك مطالب من هذه الولايات، ونعمل على زيادة مخزوننا. وكما تعلمون وسمعتم هذه القصة، هذه الإدارة وأنا كلنا توارثنا مخزونا بالكاد تحتوي على أي شيء. لم يكن لدينا أي ذخيرة، أي معدات طبية، أشياء كثيرة كلها كانت خالية. ويمكنكم أن تسمعوا قصصا كثيرة عن ذلك. لم تكن الإدارة السابقة ترغب بإنفاق الأموال، لكننا اليوم قمنا بتسهيل أكثر من تسهيل توفير أكثر من 38,500 كمامة إلى ولاية بنسلفانيا، وسوف يتم التطرق إلى تفاصيل هذا الأمر من قبل الأدميرال. وبات لدينا كمامات وأقنعة، وقمنا بتعزيز طاقة عمل المستشفيات، وأيضا لدينا مراكز طبية في نيوجيرسي وبروكلين وغيرها، كلها مستعدة ومجهزة، ونأمل بأننا لن نكون بحاجة إليها، لأن فرق العمل الهندسية كانت قد عملت على بناء كل ما طلبه الحكام في تلك الولايات. لكن لا بد لنا أن نستمر في الحذر. الولايات المتحدة قد أجرت ما يقرب من 3 مليون اختبار للفيروس، العدد الأكبر من أي دولة، وأننا نقوم بإجراء 150,000 اختبار يوميا، وأن نسبة الاختبارات مرتفعة في بعض المناطق التي تضررت بشدة من بهذا الفيروس. وإذا ما نظرتم إلى هذا الأمر، فإنه هذا الفيروس كان قد ضرب بعض المناطق، فمثلا في نيويورك نسبة الاختبار الأعلى في العالم. وأيضا قامت هيئة الغذاء والدواء بإجراء اختبارات على
الأجسام المضادة للوقوف على إذا ما كان هناك أي شخص مصاب بالفيروس وقد يكون عرضة لإصابة غيره. وهذه الاختبارات سوف تتم ويجري العمل على تطويره. في سياق السعي لتطوير عقار فإن شركة جيليارد كانت قد أعلنت بأن هناك عقار قد أظهر وعودا طيبة وجيدة بالإضافة إلى ما منح هيئة الغذاء والدواء على تصريح لاستخدام بعض البروتينات المعينة من بلازما الدم التي تقوم بتعزيز مناعة الأشخاص المصابين من الأشخاص المتعافين. وخلال 7 أيام قامت بإدارة بتقديم 8 مليون جرعة من عقار هيدروكسيكلوروكين من مخزوناتنا الاستراتيجية، ولدينا الملايين من هذه الجرعة الطبية ويتم استخدامها من قبل الآلاف في أنحاء البلاد. وقبل قليل صديق لي قال لي بأنه تحسن بسبب استخدام ذلك العقار. من يدري بأنه يمكن إضافته مع زيباك أو مع زينك وفقا لتوصية الطبيب الخاص بكم وقد يؤتي بثمار طيبة. الكل كان قد أوصى باستخدامه في أكثر من مكان، ولعلي قلت هذا الأمر في أكثر من مناسبة، لكن هناك أمور جيدة واختبارات كبيرة. كذلك العلماء يقومون بمتابعة إجراء علاج من خلال بلازما الدم التي تعتمد على أخذ بعض عينات البلازما من الأشخاص المتعافين لمعالجة الأشخاص المصابين، وهذا إجراء طبي قديم ولكنه قد تم تحديثه. وفي هذه الأوقات العصيبة نعمل من أجل ضمان أن الأحصاء عدد السكان سوف يكتمل بدقة كاملة. قد نطلب تمديدا لتنفيذه لأن الأمور لا تسير بإيقاع سريع ولا يسمح لهم، لذا فإن أعداد أحصائيات السكان قد يتم تأجيلها بصورة كبيرة. كيف يمكن لهؤلاء العاملين أن يطرقوا أبواب الناس من أجل إجراء تعداد للسكان؟ ولهذا قد يتم أيضا وقف جمع البيانات من أجل عدم الانتشار. بالإضافة إلى ذلك أن الملايين من الأمريكيين يكملون استبيانا على شبكة الإنترنت حول الوضع الذي قد حددناه بشأن الحظر الطبي. وكذلك أيضا يوم الجمعة كان الأمريكيون بدأوا بتلقي الدفعات التي تم تفويضها بموجب حزمة التحفيز بواقع 2 تريليون أمريكي، وإجمالي ما سوف يتلقاه الأمريكيون هو 172 مليون دولار. وسوف يتحدث بعد ذلك بقليل الوزير مونشن، وسوف تتوجه تلك الدفعات إلى الحسابات المصرفية، وسوف تتبعها دفعات أيضا لأسر سوف تتلقى دفعات بواقع 3400 دولار. وبالنسبة لبرنامج الشيكات الذي حظي بنجاح كبير سوف يتم تمديده وزيادته، فهذا قد لقي نجاحا كبيرا. من الرائع أن نرى أن هذه المصارف قامت بتوزيع تلك الأموال رغم أنها تأخرت قليلا، وقد خصصنا أيضا مليارات الدولارات للشركات الصغيرة، ويتم الآن إجراء مناقشات بين الحزبين من أجل الدعم بالأموال الإضافية للاهتمام بتلك الشركات الصغيرة وأبقائها مفتوحة. أود أن أشكر الحكام والعلماء والرواد في الشركات التجارية على عملهم الدؤوب في هذا الشهر. نعلم بأننا كنا نعمل معهم منذ فترة طويلة. كنت قد أجريت مناقشات كثيرة مع فريقي ومع طليعة الخبراء حول مسألة فتح البلاد. نأمل أن يتم ذلك قبل الجدول الزمني المخصص له. نأمل سوف ننهي قريبا وضع إرشادات لإعطاء الحكام المعلومات التي هم بحاجة إليها لفتح ولاياتهم بسلامة. إن إدارتي تخطط
نخطط لإعطاء الشعب الأمريكي الثقة الذي هو بحاجة إليها من أجل العودة للحياة الطبيعية، لأن هذا ما نريده، أننا نرغب بفتح بلادنا والعودة للحياة الطبيعية. سوف يتم افتتاح بلادنا بصورة ناجحة، وسوف نشرح خلال أيام قليلة ما الذي قد يحدث. وكما سمعتم لعلكم بأن هناك لجنة قد تم تشكيلها، أو هناك مجموعة من اللجان التي تعمل على هذا الأمر، وسوف يتم التناقش فيما بينها. في نهاية الأسبوع الولايات المتحدة كانت قد ساهمت في إبرام اتفاقية مع 23 دولة في أوبك بلس بالنسبة لإنتاج، وهي الدول 23 المنتجة للنفط، من أجل إحداث حالة من الاستقرار في سوق النفط. وكنا كما قد ارتأينا أن هناك حالة من الاستقرار في هذا السوق. الدول في كافة أنحاء العالم سوف تقوم بتخفيض إنتاج النفط بواقع 20 مليون برميل من النفط. الناس يتحدثون عن 10 ملايين برميل، لكن الرقم سوف ينتهي بعشرين مليون برميل، وهذا سوف يؤدي إلى إنقاذ الملايين من الوظائف في تكساس وأوكلاهوما ونورث داكوتا والولايات الأخرى التي تحتوي على شركات للطاقة، وسوف تساعد الملايين من الأمريكيين الذين يقومون بتقديم الخدمات في قطاع الطاقة والنفط. وأود أن أشكر السعودية، المملكة العربية السعودية، والعاهل السعودي وولي العهد السعودي على جهودهما. وأود أن أشكر الرئيس الروسي بوتين والرئيس المكسيكي الذي أصبح صديقا لي لإظهاره حسا كبيرا في المرونة. الرئيس لوبيز أظهر درجة لا متناهية في المرونة، وقد أظهر ذكاء بارعا في هذا الخصوص. إنه اتفاق تاريخي، فلنرى كيف سوف تسير الأمور في تلك الأوقات المحفوفة بالتحديات. فإننا متأكدون بأننا نعيش في أوقات لم نشهدها قبل عقود طويلة من الزمن. لقد اشتد ساعدنا بفضل ولائي الشعب الأمريكي، إننا فخورون بهم. فكل أين مكان ترونه سوف تجدون بأن الحس الوطني هو الذي يطغى على عامة الناس والأطباء والممرضين، وتجد الناس يقدمون المواد الغذائية، وهذا التزام من الشعب الأمريكي للانتصار على الفيروس. هذا الأمر سوف يحدث بطريقة أسرع مما قد يتخيلها البعض، وسوف نكون في حالة آمنة، وسوف نسمع قصصا من الأطباء والطواقم الطبية. إننا سوية نحارب هذا العدو غير المرئي، وأننا نمهد الطريق لإعادة الازدهار للولايات المتحدة. إن بلادنا ترغب بالعودة بطريقة آمنة إلى مسارها الطبيعي، ولهذا سوف أطلب الآن من نائب الرئيس مايك بينس ليودي بعض الكلمات، ومن ثم يتولى الدكتور فاوتشي والدكتور بيركس الكلمة. لكن قبل أن نقوم بذلك، نعلم بأن هناك حالة طوارئ، فما سوف أفعله سوف أطلب من ستيف وزير الخزانة ليتحدث قليلا، وبعد ذلك يمكن طرح بعض الأسئلة حول، يمكنك أن تحدثهم عن النجاحات التي أحرزناها حتى اللحظة. شكرا السيد الرئيس. السيد نائب الرئيس، كما أعلنتم أننا مسرورون لأننا نسير بإيقاع قبل الجدول الزمني المحدد من حيث تقديم الشيكات، وهناك أعداد كبيرة من الودائع التي تم تنفيذها. لدينا جدول زمني، وكنا قد بدأنا يوم الجمعة الماضي بمعالجة تلك الدفعات، ونتوقع أن أكثر من 80 مليون مواطن أمريكي سوف يحصلون على الودائع في حساباتهم في حلول يوم الجمعة. وهناك أعداد كبيرة الآن الذين باتوا خارج صفوف العمل. إذا لم تتلقوا تلك الدفعات يوم الأربعاء، فسوف يقوموا يمكنكم بزيارة موقعنا على الشبكة، على يمكنكم متابعة موقعنا على شبكة الإنترنت، وأن تكون لديكم كافة المعلومات التي يمكنها توفير المعلومات التي يمكنكم تحديد طلباتكم. وخلال بضعة أيام سوف يتم إيداع الأموال في حسابكم. سوف نود أن نقوم بأداء هذا العمل بطريقة إلكترونية، لأن هذا الأمر سوف يكون أكثر أمانا لكم، وما من داع للذهاب إلى المصرف. إذا كنتم من الأشخاص الذين يحصلون على معونة، فسوف يتم إيداعها. وإذا لم تقدموا
الطلبات الخاصة بكم لعام 2018 و2019. زوروا موقعنا مجددا وأكملوا الشكليات والطلبات هناك، وسوف يتم إيداع الدفعات الخاصة بكم. أود أيضا أن أتحدث عن البرنامج الجديد الذي مر عليه أسبوع من الزمن، ويعتمد على توزيع 230 مليار دولار من القروض للشركات، وهذا قد تضاعف بعشرات المرات عن أي شيء قامت به إدارة الأعمال الصغيرة. وأود أن أشكر في هذا الخصوص المصارف المجتمعية على مشاركتها. إن لم تتم إجراءات قرضكم وتم تنفيذها، سوف يتم العمل عليها خلال هذا الأسبوع. وكما قال الرئيس بأنه سوف يعود للكونغرس لضمان أن كل شركة صغيرة سوف يكون لها قدرة الحصول على القروض. وبالنسبة للولايات فإنه قد تم توزيع دفعات قبل أسبوع في خلال هذا الأسبوع، وهناك بعض الولايات سوف تحصل على الأموال خلال الأسبوع القادم. وفي الأسبوع الماضي كنا قد أعلنا عن توسيع تسهيلات لتصل إلى 2. تريليون دولار من السيولة النقدية للأقراض التي سوف تكون للشركات التي تضم عاملا وإلى 10,000 عامل. أي نتحدث عن الشركات المتوسطة ولبعض المنشآت البلدية التي يمكنها أن تحصل على أموال في حالة كان لديها أي قصور في التمويل. أنا سعيد لتلقي الأسئلة. بيلوسي قالت بأن هناك حالة ملحة لإجراء تفاوض من أجل تقديم أموال للشركات الصغيرة والمتوسطة، لكن بالنسبة للحزمة التي أعلنتم عنها قد يرى البعض بأنها لا تزال صغيرة. هل ترون بأن إدارتكم سوف تعمل على تقديم العون للشركات كما وتقديم أموال إضافية؟ كما قال الرئيس، هذا البرنامج هو من قبل الحزبين، لم يكن من قبل أي حزب بمفرده. إننا ملتزمون أمام الشركات الصغيرة، وسوف نعمل على تقديم أموال إضافية للمستشفيات. نقوم الآن بإرسالها إلى الولايات والمستشفيات التي كانت بحاجة إليها. وكما قال نائب الرئيس فإن إدارة الأعمال الصغيرة تعمل على تخصيص أموال لعلها قد تذهب إلى البنى التحتية، وآنذاك قد نكون بحاجة لأموال إضافية، وسوف نعمل على تمرير مسودة قانون من قبل الحزبين. لكن إن 50% من اقتصاداتنا في الولايات المتحدة هي لشركات صغيرة. هل أجريتم مفاوضات طارئة في هذا الخصوص؟ كلا، لأننا لا نود أن تنفد الأموال منا، فإننا تحدثنا عن مسألة حزمة بواقع 2 تريليون دولار. لا نود أن نخلق أي حالة من الذعر بين صفوف الناس، ولهذا كنا قد طلبنا التفاوض بشأن مبلغ إضافي قدره 250 مليار دولار. حتى لو كنا قد طلبنا هذا الأمر فسوف يكون خاضعا للتفاوض. هل تخشون من رفع الإرشادات مباشرة؟ ما هي التبعات الاقتصادية إذا ما توجه الناس للعمل؟ ما هي المخاطر التي قد ترونها في بعض الحالات؟ كنا قد راجعنا مع الرئيس المخاطر الاقتصادية، وقائمة كبيرة بالنسبة لما يقرب من 100 شركة التي سوف تقدم النصح للرئيس حول ما يجب عمله بشأن إعادة فتح الاقتصاد. لابد لنا من أن نطبق إجراءات الدفع للشركات الصغيرة، وكان الرئيس واضحا بأن نرغب بأن المواطنين الأمريكيين لديهم السيولة في سياق فتح الحكومة. إذن هل ترون بأن الحكومة يجب أن تفتتح في الأول من مايو؟ ناقشنا هذا الأمر مع الرئيس، وهو سوف ينظر في هذه المسألة. ما هي نصيحتكم للرئيس؟ أعتقد بأنه بمجرد كانت البلاد جاهزة، وهذا يتوقف على الطواقم الطبية ونصحهم، ويمكنهم تطوير الخطة لافتتاح آنذاك. هل تعتقدون أن
أن الاقتصاد سوف يتعافى بعد ذلك. سوف نتطرق إلى هذا الأمر بعد يومين، لكننا نحصل على النصح من قبل النخبة من الشركات ومن بعض اللجان والمستشارين، ولدينا طواقم تتمتع بالحنكة والذكاء وسوف يعطونا أفضل النصح. سوف نكون في مأمن كبير، لكننا في نفس الوقت سوف نقوم بافتتاح البلاد. هل تعتقدون بأن هناك بأن الناس بمقدورها العودة لدور السينما والمطاعم بصورة تدريجية؟ أعتقد أنه في نهاية الأمر سوف يفعلون ذلك، وسوف تسير الأمور بسرعة. الناس ترغب بالعودة للعمل، هناك حجم كبير ومتزايد من الطلب، لهذا لأن مجرد التفكير في أن أسواق الأسهم باتت بالمستويات التي هي في يدفعنا لأن نرى ونبحث في الأرقام. لاحظوا كيف تتضررت الدول مثل الصين وبلدان أخرى وسوق الأسهم. قد تبدو الصورة سوداوية لفترة ما، لكنها سرعان ما سوف تتحسن. السيد الرئيس، غردتم اليوم وكنا قد سألنا حول الأحكام الموجودة في الدستور التي تعطي الرئيس صلاحية إغلاق وفتح الاقتصاد. ما الذي قد يحدث بأننا سوف نقوم بفتح بعض الولايات وأغلاق الولايات الأخرى مثل كاليفورنيا وأغلاق فتح كاليفورنيا وأغلاق نيويورك؟ هناك أوامر لإغلاق المدارس والشركات، كنتم قد أصدرتموها. تروح لي الطريقة التي قمنا بها بتنفيذ تلك الأوامر، فبعض الولايات تختلف كثيرا عن نيويورك أو بعض الولايات المبوءة. هل سوف توعظون بأوامر لفتح المدارس؟ هناك مجموعة من الولايات مثل كاليفورنيا وأوريغون التي تمثل 100 مليون شخص، وقالوا بأنهم سوف تتعاون في مسألة إعادة الافتتاح. دعني أبسط الأمور عليكم. لرئيس الولايات المتحدة الصلاحية والسلطة بفعل واتخاذ القرارات النهائية. لو نحن هنا من أجل دعم حكام الولايات، وقد قدمنا لهم أكثر مما يحتاجون. هذا القرار متروك لرئيس الولايات المتحدة، ومع ذلك سوف نعمل مع الولايات، فهناك حكام محليين ونتحدث عن نقاط متشابكة، فهناك حكومات محلية يؤمل بأنها تعمل عملا جيدا، ولو لم تفعل ذلك سوف أتدخل، لكنها لا تستطيع أن تقوم بفعل أي شيء دون موافقة الرئيس. بعض الولايات قد ترفض بأن تعيد الافتتاح. إذا رفضت بعض الولايات أن تفتح، فإنني قد أود أن أرى سوف يتم افتتاحها. لكن إن رفضت فسوف يتوجب عليها أن تفتح. البعض الآخر من الولايات قد تكون بوضع مختلف، لن أسميها الآن حتى الأيام الثلاثة القادمة حيث سوف أكون محددا، لكن هناك بعض الولايات التي قد تنظر بأن هناك مشكلة في نيويورك وليوزيانا التي ضربت بشدة وإلينوي، لكن كل الولايات ترغب بأن تفتح بأسرع ما يمكن، لكنها ترغب بأن تفتح بأمان. شكرا السيد الرئيس. اليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال بأن حالة الإغلاق سوف تستمر حتى 11 من مايو.
فرنسا تضررت بشدة وأسبانيا أيضا تضررت بشدة، ولو نظرتم إلى ما يحدث في إيطاليا. السؤال للوزير مونوشين، هل هؤلاء الرؤساء التنفيذيين للشركات المئة التي ناقشتم معهم مسألة الأثر الاقتصادية، كنتم قد تطرقتم إلى كافة الجوانب الاقتصادية؟ نعم، كان نقاشنا قد مثل كافة طوائف في القطاعات الاقتصادية في البلاد. إننا نعمل على رسم مخططات اقتصادية لكافة القطاعات المختلفة، ونعلم بأن قطاع النفط قد تضرر بشدة، ولأن مسألة المعروض قد ارتفعت كبيرا بالنسبة للمقارنة مع الطلب. ماذا بشأن مخصصات خطوط الطيران؟ نعمل بصورة جادة على هذا الأمر، وكنا قد رسمنا قائمة بمتطلباتها، وأجرينا مناقشات مع كافة خطوط الطيران ورؤسائها التنفيذيين، وكنا قد أجرينا استثناء على بعض الخطوط الصغيرة التي سوف تتم إجراء معالجاتها فيما بعد، لكنكم سوف ترون قرارات تصدر قريبا بهذا الخصوص. اسمحي لي لحظة من فضلك، لأجرينا مناقشة طيبة مع قطاع الملاحة الجوية. هل سوف تفتتحون البلاد في الأول من مايو؟ لن أتحدث عن هذا الأمر، سوف أكشف النقاب عنه بعد يومين أو ثلاثة. الكونغرس وافق بطريقة غير مسبوقة على مبالغ من الأموال لمساعدة العمالة الأمريكية والشركات، لأن ما حدث هو ليس خطأ من صنيعتهم، وقمنا بتنفيذ البرامج الخاصة بتخصيص الأموال. البعض كان يظن بأن الأمر قد يستغرق شهورا، لكننا نفذنا برنامج دفعات الشيكات خلال الأسبوع. إن عملنا أن نقوم بتنفيذ 2.3 تريليون دولار، ويتم التناقش حول مسألة برنامج الشركات الصغيرة، وسوف يحظى بنجاح أكثر مما نتوقع. الرئيس يرغب منا الوضوح في هذا الخصوص، وسوف تتم مراجعة مع الرئيس إذا ما كانت هناك حاجة إضافية للأموال من أجل دعم الاقتصاد والعاملين الأمريكيين. ماذا بشأن المرحلة الرابعة؟ المرحلة الرابعة، تحدث الرئيس عن البنى التحتية منذ فترة طويلة من الزمن، وكنا قد تحدثنا مع المستشفيات إذا ما كانت بحاجة للأموال بسبب المواضيع الطبية. نود أن نضمن بأن هناك حوافز للمطاعم ودور الترفيه لعودة الناس إليها. سوف نعمل بصورة محددة على تحفيز الاقتصاد، وقد تكون تلك الجهات قد تحظى على أموال، وبعض الجهات الأخرى قد يتم إصدار أنظمة محددة بشأنها. إذا ما أصدر حاكم أي أمر، لا يمكنه أن يصدر ذلك دون صلاحيتي. لا يمكن لأي شخص أن يتصرف، لأن الصلاحية مطلقة لرئيس الولايات المتحدة. هناك المعذرة، هناك جملة من الحظر على بعض حكام الديمقراطيين، إن صلاحية رئيس الولايات المتحدة تتعلق بالموضوع الذي نتحدث عنه، هي صلاحية مطلقة. رأينا في اللقطات التي عرضتموها قبل ذلك، هل سوف تعملون على فتح الحدود قريبا؟ لا بد لي من أن أنظر في هذه المسألة، وإذا ما ارتأيت بأن إسبانيا وأوروبا والدول الأخرى حالتها كانت جيدة فسوف أفعل ذلك، أما إذا ما كانت الأمور خلافا لذلك فسوف أمدد الحظر، لكننا الآن لدينا حظر قوي وسوف نبقي هذا الأمر إلى حين تعافي تلك الدول.
إلى متى؟ أشهر سوف ننظر إلى فرنسا. فرنسا مددت لأسبوعين، علينا أن نرى بقية الدول. إذا ما كيف كنتم قد تبنيتم إجراءات التخفيف، ما هي الخطوة القادمة؟ أنا لست متأكدا من الذي أعطاني النصح بشأن الحظر، حظر السفر. أتحدث عن التباعد الاجتماعي. إذن سؤالي في سياق اتخاذكم للقرار القادم، وهو القرار الأصعب كرئيس، هل لك أن تؤكد للمواطنين الأمريكيين بأن أو على الناس أن تتبع تعليمات دكتور فاوتشي والطواقم الطبي في بعد الافتتاح كما كان قبل؟ نعم، أعتقد بأن هذا يجب أن يحدث وكلنا متفقون فيما بيننا. قال مرة الحاكم كومو بأن ولايته لا توجد لديها القدرة على تقديم اختبارات لكوفيد 19، وأن هناك حاجة لمعدات الاختبارات التشخيصية، لكنها موجودة هناك، وهناك ممثلون وعمد في كافة تلك الولايات. قدمنا معدات بطريقة غير مسبوقة وقمنا ببناء هذا القطاع، لأننا ورثنا نظاما طبيا متهالكا. لم تكن المخزونات فارغة، كل شيء. الآن قمنا بتنفيذ اختبارات على نطاق واسع. وفي حقيقة الأمر، إذا ما كان أود أن أطلب منكم إذا كنتم ترغبون بطرح أي أسئلة إضافية على الوزير منوشن، لا بد أن نعيده إلى عمله. هذا سؤال عن أحد الأصدقاء الذي لم يتمكن من الحضور إلى هذا القاعة. هناك مخاوف من بعض دور الكازينو بشأن الحصول على بعض الأعفاءات والإغاثة. الأمر لا يتعلق بدور الكازينو الصغيرة، بل المطاعم التي قد يكون فيها بعض أجهزة ألعاب القمار. كان هناك حديث عن مسألة تقديم حوافز بسيولة نقدية. أعتقد أنني علقت عن هذا الأمر، فلدينا الآن فرقة عمل من لجنة فرعية تقوم بدراسة هذا الموضوع، ولدينا كافة الأشخاص المتخصصين، وجيني ماي اتخذت إجراءات في هذا الخصوص حول مسألة ما يجب تنفيذه خلال نهاية الأسبوع، وإذا ما كان هناك أي صلاحية من الخزانة فسوف نعمل على تقديمها. Some of these non-bank servicers not being well capitalized, but we're going to make sure. وإذا ما كانت هناك مخاوف لدى بعض المصارف الصغرى من عدم توفير السيولة، فسوف ننظر بها أيضا. لقد رأيتم بعض مسودات القوانين المتعلقة بالإغاثة والمتعلقة برسم الأولويات من أجل تمويل، خاصة لمجابهة فيروس كورونا. هل سوف يطال ذلك التمويل أيضا؟ بعض القطاعات الأخرى. إن توقعاتنا كانت بأن كل تلك الحزم التنفيذية كانت تتعلق بكوفيد 19، لأن هذا الفيروس قد أثر على كل شركة تقريبا. وكان الرئيس كان قد تحدث عن مركز كينيدي، وهذا لم يكن جزءا أساسيا من مسودة القانون، لكنه تضرر. ولذا فإن الرئيس كان قد أوعز بأنه يجب أن تكون مسودة القانون القادمة تتعلق بتمويل مرتبط بفيروس الكورونا. لقد اتفقنا بأننا سوف نقدم أموالا للطبقة العاملة وللشركات الصغرى. أما الآن فإننا نقوم بالنظر بمسودة تمويل مخصصة لمجابهة الفيروس. أنا لست
أنا لا علاقة لي بالحظر المتعلق بالصين، لا أعتقد إذا ما كنت موجودا أثناء الحظر كنت في الخارج، لكنني أصبحت أكثر نشاطا بعد ذلك. وما قالته نيويورك تايمز هو أمر غير صحيح، لم أكن حتى أنا ذاك مع خلية الأزمة المعنية بمحاربة فيروس كورونا. فيما يتعلق بالدفعات التي سوف تخصص للأشخاص الذين فصلوا من أعمالهم، هذا برنامج الدفعات المباشرة التي تقوم بإرسال أموال للعمالة الأمريكية لإبقائها على رأس عملها. كما قلت لكم بأننا نرغب بأن تبقى تلك العمالة مرتبطة بالشركات الخاصة بها، لأن تلك الشركات الصغيرة لا نود منها أن تتهاوى وأن تصاب بالشلل. كنا نفضل بأن تذهب تلك الدفعات مباشرة للناس، لكن الديمقراطيين قالوا بأنها يجب أن توجه عبر نظام البطالة والتوظيف، لكنها سوف تصل الأموال إلى مستحقيها في نهاية الأمر. إننا نعمل مع كافة الولايات من أجل تحديث أنظمتها في هذا الخصوص. شكرا سيد الرئيس. المرحلة الرابعة، قلتم عندما يكون أحدهم رئيس الولايات المتحدة فإن صلاحيته مطلقة، هذا غير صحيح. تعلمين سوف نكتب ورقة بهذا الخصوص. الحكام هم بحاجة إلينا بطريقة أو أخرى، الأمر سوف يأتي في نهاية الأمر إلى الحكومة الفيدرالية، وأنا متأكد بأنه ما مشكلة في ذلك. هل وافق أي من الحكام بأنه لديكم الصلاحية بمسألة إغلاق ولاياتهم أو فتحها؟ هل قلتم بأن الرئيس لديه صلاحية؟ نعم، نائب الرئيس كان قد أجرى اتصالا مع الحكام، وقيل بأن هناك نقص ب 500 مليار دولار أمريكي لتغطية القصور في الأموال الخاصة بكافة تلك الولايات، لكن تم تجاهل ذلك العجز في ميزانيات الولايات، هذا ما سمعنا. هناك حديث عن ولايات، وهناك عن بعض عن الولايات التي تضررت وعن مستشفيات أيضا. سوف نرى ما سوف نصل إليه. حاكم ميشيغان قام يوم الثلاثاء بتوقيع أمر تنفيذي يحظر فيه حظر فيه بيع البضائع غير الأساسية. فأنتم بصفتكم الرئيس هل تجدون بأن على الولايات الأخرى أن تسير على نفس الخطى أم أنه عليكم التدخل؟ أعتقد أن هذا أمر كان غير متوقع، لكن الأمور سوف تتحسن، هذا موقف قوي. مع ذلك أرى بأن تقدما كبيرا يحرز في ميشيغان. ماذا بشأن إعادة افتتاح البلاد؟ سوف أتحدث عن هذا الأمر بعد بضعة أيام. أنني لست سعيدا بمنظمة الصحة العالمية، لقد نهبت هذه البلاد منذ فترة طويلة، وكذلك الحال بالنسبة لمنظمة التجارة العالمية، أسميهما التوأم، لأن هذه المنظمة لم تفعل أي شيء حتى اللحظة. وكذلك الأمر لا يختلف مع منظمة التجارة العالمية التي بتنا الآن نقوم بتحقيق نجاحات كبيرة بسبب تهديدنا بالخروج منها. لكننا الآن نقوم بتحقيق مكاسب كبيرة لأنهم باتوا يدركون بأننا قد ننسحب. حققنا 7 مليارات دولار في الآونة الأخيرة. كما قلت لكم سوف أتخذ قراري في نهاية الأسبوع.
بشأن الصين؟ ماذا ما هي التبعات التي سوف تتحملها الصين بشأن تقديم معلومات مغلوطة؟ لماذا علي أن أقول لك على الصين؟ قلتم أكثر من مرة، كيف تدركون بأنه ما من تبعات؟ لعلك سوف تكوني آخر شخص على وجه المعمورة سوف يعلم ما هي التبعات التي سوف تتحملها الصين. هل توافقون؟ هل توافقون مع ما قاله الرئيس بأن صلاحياته، بأنني أؤيد الرئيس في كافة الأمور التي يقوم بتنفيذها؟ عندما نكون 50 ولاية وأصدرنا أعلان طوارئ في تلك الولايات 50، كانت تلك أوقاتا غير مسبوقة. وخلال تداولي وتفكير الرئيس مع الخبراء، فإن الإرشادات التي رسمها الرئيس بشأن فيروس الكورونا كانت تعني الولايات 50، حتى لو في الظروف التي لم تكن فيها نسبة الانتشار كبيرة، كان يجدر بنا أن ندرسها وفقا للبيانات والحالات وأفضل الممارسات. إننا نحقق تقدما كبيرا، تأكدوا من هذا الأمر. إن التاريخ العريق لهذه البلاد وصلاحية الرئيس في الولايات المتحدة بشأن الطوارئ الوطنية هي مسألة دائما كانت ينظر فيها. إذا ما عدتم إلى أوقات الحروب كانت تلك القرارات تتخذ من قبل الرئيس، والآن الرئيس يعمل مع الخبراء وطليعة العلماء وخيرة رؤساء التنفيذيين من الشركات، وسوف نقوم بالتعاون مع المركز الأمريكي لرقابة الأوبئة للوقوف على البيانات والإحصائيات في كل ولاية، وسوف نعطيها الإرشادات المطلوبة. وكما ألمح الرئيس، سوف نستمر في الشراكة التي عقدناها مع كل حاكم في الولايات المتحدة، لأن هذه أوقات عصيبة غير مسبوقة. كما قلت لكم بأنه عند النظر إلى الحقائق وبصرف النظر عن الحقائق وبصرف النظر عن الوفيات التي حدثت والتي تنفطر لها القلوب بنسبة 21,000 نسمة، فإننا لدينا نحن شعورا بالامتنان للخطوات التي اتخذها الرئيس ترامب والسياسة التي تم تنفيذها من قبل الحكام في كافة أنحاء الولايات المتحدة. كنا نناقش في خلية الأزمة، إذا ما نظرتم إلى الاتحاد الأوروبي برمته، فلديهم 3 أضعاف نسبة الوفيات من تلك الموجودة في الولايات المتحدة اليوم، وهذا يعزى إلى الطواقم الطبية وتكريسهم وتفانيهم، وأيضا يعزى إلى الشعب الأمريكي الذي قام بتطبيق إجراءات التخفيف وفقا للنصح التي أغدقت علينا بها أفضل الفرق الطبية. ونعلم بأننا نعمل ومن خلال تلك الإرشادات، فأنا لا أشعر بأكثر من هذه اللحظات بالفخر لأقف مع الرئيس الأمريكي ومع الفريق لخدمة الشعب الأمريكي. وكنت قد قلت لكل مواطن أمريكي بأنه عندما ننظر إلى هذه الأرقام وبدأت تتسطح ولعلها تنخفض، فإننا علينا أن نستمر بما نقوم به، لأن التضحيات التي قدمتها الأسر الأمريكية في جهود التخفيف هي عظيمة. أنتم تنقذون حياة الناس وأرواحها. نعلم بأنكم تتحدثون مع حكام الولايات منذ فترة طويلة. هل علمتم بما قد يعلنه حكام الولايات في الفترة القادمة؟ الحاكم ميرفي وحاكم كنكت قالا بأنهما سوف يتناقشان بهذه المسألة على أسس أقليمية، وقد أكدنا لهم من خلال مؤتمرنا عبر
مؤتمرنا الذي أجريناه اليوم بأننا بما سوف يقدمه الرئيس هو إرشادات إضافية للولايات، وسوف تكون هذه الإرشادات معتمدة من قبل المركز الأمريكي لرقابة الأوبئة، وسوف توجه إلى عمد الولايات حول الطريق المستقبلية ووفقا لكل مجتمع على حدة، لأن الشعب الأمريكي كان قد لاحظ التجربة التي عاشتها ولاية نيويورك وكاليفورنيا، وهناك بعض التحديات الجمة في مناطق أخرى مثل نيوجيرسي وفي نيو أورلينز وديترويت، وكذلك الحال بالنسبة لشيكاغو وهيوستن. لكن الشعب الأمريكي يرى بأن في كل من هذه الحالات أن إجراءات التخفيف بدأت تأتي ثمارها، لذا سوف نعمل مع تلك الولايات، وفي بعض الحالات يمكننا أن نستمر في تلك التوجهات. لكن الرئيس، لم أسمع سؤالك، هل أخبروك حكام الولايات؟ سوف يكون هناك تعاون، سوف يتعاون حكام الولايات معنا. وأنا أؤكد ما قاله الرئيس، سمعنا اليوم من خلال المؤتمرات التسع عبر الشاشة التلفزيونية المغلقة التي أجريناها بأن هناك تعاون، وسوف تستمعون إلى بيانات مختلفة أيضا. لكن معظم المصادر التي نسمعها من العالم بأن هناك تحديات تعترض دول كثيرة، لكن في هذه الولايات كانت قد حصلت على كافة متطلباتها، وهذا نتيجة للمشاركة، ونتوقع أيضا أن تطبق هذه المشاركة في كل ولاية من أجل المصلحة العظمى للبلاد. The District of Columbia argues that they were shortchanged in the most recent funding bill because they were treated as a territory instead of as a state. Will that be made right in phase four? كولومبيا كانت قد أعلنت بأنها بحاجة إلى أموال إضافية. هذه شكاوى رغم أن الحاكم يبدو بأنه كان سعيدا. تحدثتم عن أكثر القرارات صعوبة قد تتخذونها بشأن إعادة فتح الاقتصاد. لا أعلم إذا ما كانت هناك ثمة طريقة إذا ما فتحتم الاقتصاد واضطررتم بعدها لإغلاق البلاد مجددا. آمل أن لا يحدث هذا الأمر. السيد الرئيس، سؤال لأحد الزملاء الذي لم يستطع الحضور. قامت الصين بإطلاق سفينة وهي الآن في منطقة صحن في منطقة بحر الصين الجنوبي. ما هي الردود الخاصة بكم على هذا الإجراء من قبل الصين؟ الصين تواجه صعوبات كبيرة، وأنا لست سعيدا على بعض الأشياء التي قامت بها الصين في الآونة الأخيرة. كنت صريحا بهذا الأمر، فقد رأينا ما فعلته ورأينا أشياء أخرى قامت بها الصين. عندما تحدثتم عن توصية إعادة الافتتاح، هل هذا سوف يكون في الأول من مايو؟ سوف نضع الإرشادات خلال بضعة أيام وبعدها نتحدث عن التاريخ. لن أذكر التاريخ. هناك بعض الولايات تقوم بعمل رائع، وكذلك بعض المناطق الأخرى. سوف نضع بعض التوصيات والإرشادات قريبا. هل سوف تناسب كل منطقة على حدة؟ لا أستطيع أن أخبركم الآن، لكن لدينا مؤشرات قوية الآن بأننا بات لدينا بعض الأفكار القوية والمناسبة، وسوف أقوم بإجراء مؤتمر مكالمة
ومكالمات مع قطاعات مختلفة فيما يخص الشركات والمطاعم ودور الترفيه الأخرى، وإذا ما كانت قادرة على العودة، وإذا ما كان هناك أي اقتطاع إجراءات من قبيل الاقتطاع بكوبونات اقتطاع بالنسبة للشركات بدلا من تقاضي الأموال. كان هذا الأمر قد نفذ قبل سنوات طويلة. قد إننا بحاجة لإعادة الأشخاص للمطاعم. هل أخبرك مستشاروك السيد الرئيس، هناك حالة من الإرباك حول مكالمتكم اليوم، حول مكالمتكم الأمس مع الرئيس بوتين. الكرملين قال بأنكم ناقشتم قضايا حالية تتعلق بالأمن الاستراتيجي، ولا نعلم ما الذي أشار إليه البيت الأبيض. نعم، ناقشنا الصين، ناقشنا أمورا مختلفة، ولكن هدف الاتصال الرئيسي كان يتعلق بالنفط، وروسيا ساعدت في استقرار سعر برميل النفط، وسوف قد يصل السعر ما يقرب من 15 إلى 20 دولار. وكما قلت لكم، كان هناك اتصال أيضا مع المملكة العربية السعودية، وهناك اتصال كان هناك اتفاق قد تم التوصل إليه بين الدول الأعضاء في أوبك بلس. ماذا بشأن الأمن الاستراتيجي؟ قلت بأننا تحدثنا في معظم الوقت عن الصين وعن الحدود الروسية، وتحدثنا عن حدودنا مع المكسيك، لأن المكسيك كانت هي جزء أساسي من الاتفاق، والمكسيك كانت مسألة معقدة لم تكن سهلة، والرئيس المكسيكي كان قد ثمن ما قمنا به. تحدثنا عن بوريس جونسون وعن مواضيع أخرى. هل تحدثتم عن الأسلحة؟ نعم، هذا أمر مهم وكان جزءا أساسيا من الأسلحة. قلتم بأن الاختبارات تسير بصورة جيدة في المختبرات، لكن هناك بعض الولايات التي تشتكي من نقصان المواد. على الحكام أن تحصل على تلك المواد، وإن لم تكن متوفرة لديها يمكنها أن تطلبها. لديهم ماكينات ومعدات قوية، لكنهم لا يدركون ما يوجد لديهم وما يتوفر معهم. لديهم معدات ضخمة لكنها لا تستخدم إلا 10% من قدراتها. مسألة الاختبارات التي تصل مدتها إلى 15 دقيقة، كانوا قد أشاروا بأنها غير متوفرة وأن عدة الاختبار غير موجودة بصورة متكاملة. إننا نعمل على زيادة معدات الاختبارات تلك بصورة سريعة. في أعداد كبيرة من الولايات يتوفر معدات اختبار، لكن لعل تلك الولايات لا تدري أيضا بأنها موجودة. سوف يتحدث الدكتور بيركس عن هذا الموضوع. قد لا يروق هذا الأمر للناس من منظور الدستور، وبعض الناس ينظرون في هذا الأمر. بالنسبة للاختبارات، قلتم بأن 5 مقاطعات في كاليفورنيا الآن التي قد تم توفيرها، وجوجل تعمل معنا في هذا الخصوص وأبل. لدينا أعظم شركات في العالم. بعد السنة سوف ننظر إلى ما نحن فيه اليوم وسوف يصبح طي النسيان. أعتقد أن العمل على صعيد اللقاحات يسير بصورة صحيحة، وهناك معلومات جديدة قد تظهر قريبا فيما يتعلق التعاون بين جوجل وأبل حول بعض المواضيع المحددة. لا أعلم إذا ما كانت شراكة بين جوجل وأبل، لكنهما يعملان على أكثر من مشروع واحد. جوجل أيضا تعمل
على مسألة تتعلق بالاختبار من بمفردها. سؤالي لا يتعلق بإجراء الاختبارات من السيارة، بل أتعلق عن مسألة تعقب الاتصال. كان الدكتور فاوتشي قد تحدث عن هذه المسألة، أي إذا ما كان شخص قد تواصل أو اتصل بشخص أو اختلط مع شخص كان مصابا بالفيروس. في واقع الأمر هذا إنجاز رائع إذا ما تم التوصل إليه. سنغافورة أيضا كانت قد طرحت بعض المعدات لم تنجح في البداية وتوقفت قليلا، لكنها بدأت مجددا بإنتاج بعض المعدات التقنية لمسألة كشف وتعقب الأشخاص المصابين بالفيروس. تلك مسألة التي سوف نناقشها على مر الأسابيع الأربع القادمة حول دقة الاختبارات. هل لك أن تخبرنا عن مسألة اختبارات الأجسام المضادة؟ أننا نمشي بإيقاع جيد، والاختبارات باتت الآن في حالة محدثة ومتطورة. أعتقد بأن البحرية هي التي سوف تتخذ القرار بهذا الخصوص. لا أعتقد بأن تلك السفينة كان يجدر بها أن تتوقف في فيتنام، ولا سيما بأنها مصابة بجائحة، كان يجدر بالقبطان أن لا يتوقف هناك، وقلت ذلك من قبل، ولكن لا أعلم ما الذي أعطاه الأوامر لتوقف في فيتنام. وبعد ذلك كان هناك أكثر من 500 من البحارة الذين أصيبوا بالفيروس. من فكرة ذلك؟ لا أعلم من كان صاحب الفكرة في ذلك. سؤال يتعلق بالنواحي الدستورية، هل هناك أي شيء سوف يغير رأيكم؟ الحقيقة هي بأن الولايات تعتمد علي هي مسألة أخرى، وأن مسألة عدم استخدام الصلاحيات هي مسألة منوطة بي. يمكنك أن تنظر إلى الدستور أو إلى الفيدرالية أو إلى أي مصدر آخر. الحقيقة هي بأنني لا أستطيع أن أفرض صلاحياتي، هي مسألة مختلفة. الحكومة الفيدرالية هي التي لديها السلطة المطلقة في مسألة تحديد الأمور، وسوف أستخدم هذه الصلاحية، وأفضل أن أعمل مع الولايات لأنني سوف أتعاون مع الحكام المحليين. لهذا كنا قد نظرنا في مسألة ساوث كارولينا وما قامت به مؤخرا، وسوف أنظر إلى كل ولاية بمفردها وما تقوم به من عمل جيد، وبعد ذلك أتخذ القرار. في الحقيقة أفضل أن أتعاون معهم، لكن إن اضطررت فسوف أفعل ذلك. فإننا على علاقة طيبة مع الحكام، فلنرى ما يحدث، ولا سيما في بعض الولايات التي حكامها من الديمقراطيين. إذا كانت تلك الولايات تبلي بلاء حسما، وكانت لترى ما الذي يتم إنجازه من قبيل إجراء اختبارات في مساحات كبيرة مثل مواقف سيارات وولمارت. لكن حجم التعاون مع حكام الولايات الآخرين جيد، وسوف نعلن قريبا حول ما سوف يتم اتخاذه من قرارات. هل لديكم أي معلومات حول متى سوف يتم مشاطرة المعلومات من قبل البيت الأبيض؟ معدول أخرى، كانت هناك إصابة بفيروس H1N1، وكانت حالة فاشلة، فشلا ذريعا.
كانت الصين قد تأخرت كما لو أنه غير موجود وتسبب بمشاكل كثيرة. إذا كان جو بايدن يرغب بإحاطة فسوف أقدمها له بهذا الخصوص. في محادثات سابقة تحدثتم عن مجموعة كبيرة من خلايا الأزمة التي قد يتم تشكيلها. كنت قد ساهمت في جملة كبيرة من الاتصالات التي تجري مع حكام الولايات، وكانت تتسم بروح التعاون، لكن البعض قد يدفعك الغضب، ولا سيما بأن بعض حكام الولايات يتذمرون ويشتكون من شح الأسرة والموارد الطبية. لم نكن نعتقد بأن نيويورك كانت بحاجة إلى الأسرة التي طلبتها أو أجهزة التنفس، وكنا محقين. فيما يخص أجهزة التنفس، كنا مستعدين لنشر عشرات الآلاف من أجهزة التنفس في أي مكان في البلاد إذا دعت الحاجة لذلك، ونقوم أيضا ببناء أعداد كبيرة من أجهزة التنفس، وهي سوف تستخدم في مرحلة من المراحل، وسوف يتم وضعها في مخزونات تلك الولايات. لكننا سوف نساعد دول أخرى مثل إيطاليا، فرنسا، إسبانيا التي هي بحاجة ماسة إليها، وكذلك ألمانيا. سوف يتوفر لدينا أعداد كبيرة من أجهزة التنفس. السؤال الأخير. بالإضافة إلى ذلك، سوف يكون لدينا مجموعة كبيرة من اللجان معنية بقطاع النقل وأخرى بقطاع الصناعة، وبعض الزعماء الدينيين الذين سوف يطلعون حول ما يحدث في الكنائس، وسوف تكون لدينا اللجنة معنية برجال الدين، وسوف نتخذ بعد ذلك قرارنا بصورة منصفة، وآمل أن يكون هو القرار الصائب. متى ترغبون من خلية الأزمة أن تقدم توصياتها بأسرع ما يمكن؟ لا يجدر بنا أن نعطيهم التعليمات، فهم أناس يدركون ما يفعلونه. لكن قالوا لي في البداية بأن فترة أسبوعين هي مطلوبة لإغلاق البلاد، واتصلنا آنذاك بمجموعة كبيرة من الشركات، وسوف نتواصل مع كافة تلك اللجان التي سوف يتم تشكيلها، ولذا سوف نضع إرشادات جديدة بعد التواصل مع قطاعات واسعة، وآمل أن تكون تلك الإرشادات آمنة. شكرا لكم جزيلا. نيرلي شير هو صديق لي منذ فترة طويلة من الزمن، وهو شخص ماهر في قطاع العقارات، وأشبه بأسطورة في نيويورك، وقد اتصل بي بأن نتيجة اختباره جاءت إيجابية. ستانلي كان في مطلع الثمانينات، ذهب إلى المستشفى، دخل إلى هناك وأصيب بغيبوبة وغاب عن الوعي لفترة طويلة وفارق الحياة. كان قد ترك وراءه أعمالا خيرية تلامسها العين في كافة أنحاء منهاتن. كان يشعر بالسعادة عندما أصبح صديقا له رئيسا للولايات المتحدة. رغم كبره في السن كان يتصرف كرجل شاب، وكان يشعر بالفخر إزاء ما قمنا به في هذه الإدارة،
ولكن نتيجة اختباره جاءت إيجابية وفارق الحياة. شكرا لكم جزيلا. إذا مشاهدينا كنا of President Trump's ongoing direction for us to work closely with the states to make sure the states in the areas most impacted by the coronavirus have what they need when they need it. We spoke about the issue of testing and supplies, and I'm going to ask Dr. Deborah Birx to come forward, as well as Admiral Polovchek, to reflect on both of those topics for you. Dr. Birx has been leading an effort from the task force from early on rapidly expanding testing. It was early on that the president formed that public-private partnership with commercial labs, and as we stand here today, more than 2.5 million tests have been performed, and when we add in the estimates of labs that we have to assume with reasonable projections have not yet reported into the CDC, we think that number could be closer to 3 million tests that have been performed. As has been mentioned, the new 15-minute test, we are working closely with Abbott Laboratories that the President and our team met with today here at the White House to rapidly increase the availability of cartridges. Abbott is producing roughly 50,000 cartridges a day. FEMA acquired an initial supply of that and distributed those to the states, but we're working with the states to not only distribute what's being made, but also work with other suppliers to create additional cartridges. A point that I'll ask Dr. Birx to expand on in just a moment is the fact that beyond the new 15-minute test by Abbott Laboratories, beyond what we expect to be a new antibody test, which may well be approved by the FDA in just a matter of days, and an antibody test that would be produced at the rate of 20 million tests a month. The reality is that those commercial laboratories that the president brought in here the better part of 2 months ago and initiated that public and private partnership with have been producing hundreds of thousands of tests every single week. But as Dr. Birx and our team have apprehended, we believe at this point in time that of the Roche equipment that is out there that does the high-speed testing, and we inform governors of this today, we think that that some 20% of that capacity is not being used. And with regard to the Abbott N2000 systems, we told governors today that we think 75% of that laboratory capacity that exists in the United States today is not being utilized by our governor. So we sent a very clear message to governors today to reach out to their hospitals, reach out to their labs, to identify the presence of the Roche Amplicor 500 and the Abbott N2000 to get those activated. We literally estimate that although we're doing over 110,000 tests a day in the United States, that if our governors and state labs would simply activate the machines that are already there, we could double the amount of testing in the United States literally overnight. And so I know that governors' teams watch these briefings, and we'll remind them very respectfully again to identify those labs. And we have a team that now is deploying, reaching out to labs to see if we can activate all of those labs. Secondly, on the subject of supplies, I've said it a couple of times from this podium today, but let me say it one more time. President Trump's direction to us in dealing with the states on personal protective equipment and ventilators has been to make sure the states have what they need when they need it. We recognize that While we all watch the overall curve of the coronavirus in America, understandably the national numbers, the reality is this outbreak has taken place in its own individual curves.
first on the West Coast, then the New York City area, then Louisiana, Michigan, and now we continue to contend with it in Chicago and Houston and other metropolitan areas. It has given us the opportunity to ensure that personal protective equipment and ventilators are made available on a critical basis. And I have to tell you, we're incredibly proud of the effort and the partnership with states that has us standing here today, that no one who has required a ventilator has been denied a ventilator in the United States of America. At this point, we have just short of 7,000 ventilators in the Strategic National Stockpile, but as Admiral Polovchek will detail, we're already beginning to receive newly manufactured ventilators. We'll get another 1,000 in this week. By the middle of May, we'll literally have another 8,000 ventilators available for deployment around the country. I'm going to let him describe to you the specific detailing of those resources, but I want to share these numbers, most especially for our healthcare workers around the country in the areas most impacted by the coronavirus, so that you know the resources are surging into the hospital systems at the point of the need, and we will continue to do just that. So let me recognize Dr. Birx to reflect on the data and also on maybe some comments on testing, and then Admiral Polovchek, if you just step up, and then you'll describe supplies. We'll hear from Dr. Fauci again and then take a few questions. Great. Thank you, Mr. Vice President. I don't know if we can get the first slide on cumulative cases. Yes, thank you so much. I wanted to show you a different way of looking at it today. Obviously, we look at case counts per 100,000 Americans in each of our states and metro areas. But I wanted you to see in absolute numbers how much the New York, New Jersey metro area dwarfs all other metro areas. And so you can't even see Chicago, Detroit, or Boston. All of those metro areas are under 25,000 cases. You can see that the New York, New Jersey metro area is about almost 250,000 when you bring those cases together, almost a log more. And that's why you hear us talking a lot about the metro area of New York and New Jersey and the counties of Rockland and Westchester and Suffolk and Nassau and Bergen, New Jersey, and why we're so focused on getting resources to that metro area. If I can see the next slide then. So if I take New York and New Jersey metro area out, this is the other metro areas that we have been tracking very closely. I wanted to show this to you so you could see how those curves are already starting to plateau. So if you look at Detroit, if you look at Philadelphia, if you look at Louisiana, Louisiana's in green, Detroit is in gray. You can see across the board, across metro areas with have a higher concentration of individuals, this is what the American people in these large cities have done, where it is more difficult often to socially distant. And we're just really impressed by the work of the mayors and the governors to make this happen. I also wanted you to see this because you can clearly see Chicago and Boston. And so Chicago is in the orange and Boston is in the yellow. They're crossing Detroit. And that's why we have been very much focused on the needs of those areas. And there's one, and Providence is also in that category. It's difficult for them to you to see them because they're much further down on the slide. But the highest, if you look at the axis on this slide, it's 25,000. The axis on the last slide was 300,000. And so that's why I really want people to understand each of these epidemics, small epidemics in each of the metro areas, we're tracking independently, as well as any epidemics and outbreaks that are happening in some of our other states. So I just wanted you to have that perspective of how significant the New York, New Jersey issue is and why we've been tracking that so closely. But I also wanted to assure all the other states that we're tracking them also very closely and really working with the governors and mayors.
And across, and that's why I wanted to see that not only are the curves flattening in some of those major metropolitan areas, but they're starting to decrease. And this is what we're very excited about. These are cases. We also know that mortality will lag. And so we're really tracking also the number of individuals who have succumbed to the COVID-19. I also wanted to really note here that, yes, our mortality is less when you combine European countries equal to the size of the United States. And I think this is really two things. One, it's the incredible work of the American people, but it's also the incredible work of our healthcare providers and the system of each of these hospitals that have the resources and the ability to respond to the needs of the COVID-19 patients. And I think you can really see this superb healthcare delivery that is happening by the low mortality. Just to mention really quickly about testing, because you've heard me before talk about it, and then it was a little bit misquoted and misaligned, but there are multiple Abbott machines, so I'm going to be very clear, having spent years in the laboratory. The high-throughput machines, which are the Roche 6800 and the 8800 on Roche, and the Abbott M2000, these are the machines that run between 500 and 1,000 assays at a time. The Abbott company worked really hard 3 weeks ago in getting 1 million tests out there to be utilized, and they can make 1 million tests a week for all of our laboratories that have these platforms. And so far to date, somewhere around 250,000 tests have been utilized in 3 weeks worth of work. And that's why we've really been appealing to the laboratory directors to really bring all those machines on. Last week, Dr. Fauci and his incredible team of researchers have agreed to really reach out and find additional Roche and Abbott high-throughput machines that are in research institutions and doing critical research work to bring them online also to supplement the other laboratories' work to create a mosaic and a complete strategy that brings together the high-throughput platforms with the medium-throughput platforms with what are the low-throughput but rapid platforms, which is this ID Now. ID Now is not going to be the answer to the number of tests that we need over the next few weeks. Those run a test every 15 minutes. And we can get about 55,000 cartridges a day. But I just got done saying that these other machines, of which we have hundreds of, can run 500 to 1,000 in a single time frame. And so we need to bring all of these assays together, and a team has been created to call every single laboratory and every single research institution across the United States to define the complete capacity in every single state, because it shouldn't be our expectation that every governor understands exactly everything that's in his state. But we have to understand everything in every state in order to be able to meet the needs of the American people as we increase testing. Now, I know you all know that in 3 weeks, we went from 300,000 tests total to 3 million tests total in 3 weeks. We know that we have to further increase that. That has been done really by HHS and Admiral Girard and the team up there. And we're going to supplement that team to really bring on all of the additional resources and platforms that we have in the United States of America, just like we did with ventilators, to bring all of the capacity to bear so that we can also continue to increase testing. Also, of course, as these epidemics decrease, you can also be able to use more and more testing for surveillance. But I do want to call out the 19 states that aren't ever represented in these graphics, and by and large, the states have been continuing to do containment and outbreak investigation. And I've been able to talk to many of those states, and I would just remind all of us, when I talk to each one of these state health officials, where they are finding outbreaks are in nursing homes. And so we really need to continue to protect and we continue to test in nursing homes, because we know that that's a particularly vulnerable group. And it's a group where often, now that we're beginning to understand asymptomatic transmission,
No one is intending to pass the virus on to others, but we know in essential workers around the United States, people are unknowingly infected and in passing the virus on. And so those are the ones that we're very interested in finding. And you might say, well, how do you find them? Because they don't have symptoms. And so this is where we really have to increase surveillance in a very deliberative and understand way. And so we're really looking what are sentinel surveillance sites. I think we can see where there's outbreaks, because once people have symptoms, you can see them. But where do you do sentinel surveillance so that you find them before they have symptoms? This is what we have done for decades in HIV, and it's what's allowing us right now to really control the HIV/AIDS epidemic in sub-Saharan Africa, because we're finding people when they're asymptomatic and treating them when they're asymptomatic. So this is something we know how to do, and it's something we're working very closely with CDC and others on to make sure that we can bring that full capacity to the American people. So these are just some insights and in what we're working on. We're continuing, obviously, to track every single county and community. And then finally, I'm going to call on one additional group. There's a group out there of our HIV/AIDS activists and community workers that understand these tests that I've been talking about, these DNA, these RNA-based tests, because they often get viral loads in HIV. They will know how to explain this to the community about sampling and what it means to run those assays. They are essentially virologists. They understand all of these assays. They also understand the antibody assays, because it's the antibody assays that they counsel and utilize in HIV testing across the United States. And they will be our translator to the American public and to their local mayors. They understand these tests. They are essentially understand all the virology and all the immunology. And I'm really asking all of them to help us communicate what these tests are so the community is ready for them. Because antibody tests measure something very different than the viral load in the front of your nose that we're using for diagnosis. And so really being able to understand all of those tests, when to use them, how to use them, will be really critical. But the great thing is, in the United States of America, we have these community groups that understand these tests very well and will be able to discuss them at every level with their community. I'm going to call Admiral Plavchuk up in a minute, but I have to call on Dr. Tony Fauci. And let me just say something really straight from my heart, if I can. You know, I lost my dad 32 years ago today. April 13th is always a tough day for our family. And this morning, when my brothers and sisters were sending around pictures of Dad, like we always do, I just thought of the families of the more than 22,000 Americans that we've lost. And I just want to tell you that you're on our hearts, and you're in the prayers of millions of Americans as you deal with this heartbreaking loss, as well as families that have family members that are struggling with serious illness. But let me just encourage everyone that in the midst of that loss, because the American people have been putting these mitigation measures into practice, there are families that are still together today. And I just want to encourage you here at roughly the halfway point of 30 days to slow the spread, to take that to heart. In no way minimize the losses that we've experienced as a nation and as families. But to be encouraged to know, when you see those numbers on the vast majority of states, that because of what the American people are doing, it's working. And Dr. Fauci and Dr. Birx and the entire team continually ask us to remind the American people, and we do so again today, keep doing what you're doing with the 30 days to slow the spread, and we will hasten the day that we heal our land. Dr. Fauci. I just want to make one comment that related to a question that was asked, and then we'll have questions. I don't want to take too much time. The idea about how we would evaluate from a purely public health standpoint about what I call reentry into some sort of normality, as
health people, I don't know anything about, nor do I ever claim to know anything about economics. There are going to be people who know a lot more than I do who are going to give advice about all of the committees that the president was talking about. But the one thing we do know as health people, as physicians and scientists and public health people, as I mentioned, I think, over the weekend on one of the shows, is that some people may think it's going to be like a light switch on and off. You know, we're either out and we're in. It's just not going to be that way because we have a very large country and there are different impacts. As you see, New York is very different from other parts of the country, from the Midwest, from the mountain region, California and Washington, different than New Orleans. So as we discuss and consider the public health aspects, it likely will be something that I refer to as sort of like a rolling reentry. It's not going to be one size fits all. So I don't know what it's going to be yet because we still have time to look at it. Dr. Birx, who does an amazing job with showing you the data and the charts, that's going to likely influence some of the recommendations that we will make. But I can assure you there will be recommendations that will be based purely on public health. And the president will get a lot of other input from others, but we'll give the honest public health recommendation. Thank you, Tom. Admiral Polovchuk, get an update on supplies, and then we'll take a few questions. Thank you, Mr. Vice President. Can I have the ventilator slide back up? I'll just start from there. All right, thank you. So you start with what's in the stockpile this morning, and then here's the contracts that we'll be delivering over the next few weeks. We add 8,600 ventilators to the pool we already have. That's the math that you get there. That's included the DPA action with GM, and we'll say that we've also issued what would be called rated orders with all of these vendors to allow them front of the line privileges, so to speak, within their supply chain. So we've written the contract. This is the 100,000 plus ventilators we're talking about, and to continue to work with them to ensure that the ventilators actually show up. So there's a continue to work there. And as we did that, we realized that downstream supply chains needed some additional Defense Production Act work as well. You go to the air bridge. 80 flights scheduled, 37 complete, 43 on the horizon. And you can see the numbers of material that's been brought in to supplement the volume that's needed. Now I'm going to go through a series of slides of New York first. So Dr. Birx provides me what I will call as a geographic reference to align the supply chain. So all of those cities, you'll see a little bit of theme here. I'll be talking about a lot of the cities and geographic areas. Align the supply chain to those geographic areas to try to get as much there while realize the rest of the nation needs supplies as well. And then we are aligned the supply chain to site of care, public hospitals, VA, private hospitals, nursing homes, first responders, acute care, and on down the line. So the last business week, so Monday of last week through Friday, Saturday of the past week, these are the amounts of materials that came into the New York, New Jersey metro area, and you can see the volumes there. So if you can go to Detroit, we talked about their hot spot. Here's the volumes of deliveries going into Detroit for that same time period. If you can go to Chicago, and I'm going to run through this kind of quick, but you can see that the geographic alignment, the places that Dr. Birx has talked about is where we're concentrating supplies. If you can go to New Orleans to give you an understanding. Washington, D.C., right? So I hadn't talked about that. Today was, a very kind of early entry into the, hey, Washington, D.C., Baltimore, right? Positioning supplies ahead of need, we hope, in Washington. Go to Baltimore, and you can see the volumes there, trying to get ahead of that. And then Philadelphia is next.
And then now the next slide is a 9-city roll-up. And so to save a little time, I did not include Boston and Houston in there. So you can see the volume of material flowing through a commercial network, Airbridge, their supplies, into geographic regions, and then further prioritized to site of care. Now, final topic, N95 masks. So the Department of Defense announced a DPA action this weekend. That came over from DOD on Friday into the White House, approved on Saturday, and contract awarded today, $131 million, 5 companies, 3M, Honeywell, Owens & Minor, Moldex, and Draeger. You know, the CARES Act was signed,